يا اهلا وسهلا، مرحبا فيكم. احنا في بانوراما مول في اي ام سي الجديده، يعني سينما اي ام سي هتفتح في بانوراما مول، لسه ما فتحت رسمي لكن هتفتح ان شاء الله من يوم الاثنين القادم او الاحد القادم حيكون الافتتاح الكبير. خلينا نشوف سوا بس ايش سووا فيها، لانه صراحه من الانطباع الاولي شيء رائع جدا. خلينا ناخذ نظره سريعه مع بعض. كذا عندنا طبعا طلبة فشار والاشياء القراميش هذه اللي لازم منها عشان تفرج على الفيلم. في جهة للطلب وجهة للاستلام، فهذا الشيء يساعد انه ما يصير في زحمة كبير، فالمحل اللي تطلب منه غير المحل اللي تستلم منه، هذا اول شيء. شيء ثاني، تقدر تطلب عن طريق الابليكيشن، حاليا موجود على الابل ستور بس لسه ما هو على اندرويد، لكن حيكون في ان شاء الله قريب. طبعا غير الاشياء المعتادة الفشار وزي كذا، في عندك الاشياء الكوكيز اند كريمز حقتهم الممتازة هذه. في عندنا حاجة اسمها اوردر تو سيت او الطلب للمقعد، تقدر تطلب من التطبيق انه مثلا يكون مقعدك الفلاني، فتطلب مثلا البوب كورن ولا الناتشز ولا whatever، يجيبوا لك هو للكرسي. بس في نفس الوقت عشان ما يزعجوا الناس الموجودين، ايش سووا؟ حيكون دخول الطلبات في نفس الوقت، يعني الناس اللي طالبين عن طريق التطبيق حيكون دخول طلباتهم في نفس الوقت، ويسلم كل واحد في نفس الوقت، على اساس انه كل شويه الناس طالعين داخلين ويشوش على المشاهد الفيلم. شيء رهيب في الموضوع انك ما تحتاج تدخل المول عشان تروح السينما. هذا المصعد الخاص بالسينما هو قريب من بوابة 5، عارف اللي طالع هنا، لكن تقدر توقف سيارتك هنا قريبة من بوابة 5، تمشي للمصعد تطلع على طول على السينما. طبعا يوقفك اعتقد على الدور الاول عشان يشيك على التذاكر، او من الدور الثاني، لكن هيصير في تشيك في التذاكر من هنا وتقدر تدخل على السينما على طول. هذه صالة السينما، واحدة من صالات السينما. طبعا في 10 صالات وهذه واحدة منهم. عندك نوعين من الكراسي، طبعا الكراسي اللي قدام اللي هم يسموها الروكر، اللي هي تقدر تجلس وتتهزهز فيها شوية، هذه واحدة. النوع الثاني اللي هو الريكتانجل، بس قبل ما الريكلاينر، بس قبل ما اوريكم ريكلاينر في مرة شيء ممتاز. طبعا هذا الصف محجوز لذوي الحاجات الخاصة. في إمكانية إنه مثلاً شخص إذا عنده كرسي متحرك إنه مثلاً ممكن يجلس على الكرسي، ما يحتاج يقوم يجلس على الكرسي الثاني، أو إذا يبغى يجلس على الكرسي يجلس على الكرسي، الخيار راجع له تماماً. الكراسي العادية طبعاً فيها سلك USB أول شيء، تقدر تشحن هنا. وغير كذا في عندك الكرسي يتمدد، تقدر تمد الرجل زي كذا، وطبعاً تتمد معاه الظهر، فيصير الجلسة مريحة كذا على الآخر. هذه نفس اللي في أمريكا جربتها، نفسها نفس الجودة، نفس الكواليتي، شيء فاخر مرة. طبعا تقريبا أحسن كراسي سينما موجودة في العالم. الشاشة طبعا ألوان رهيبة، ممكن مو باين الآن عشان الإضاءة مشغالة، لكن ألوان رهيبة. والصوت أنا أخاك يعني ودي شغل فيديو جيم هنا صراحة، أقعد بس على صراحة متحمس مرة، متحمس. إن شاء الله يوم الأحد حيكون الافتتاح، إن شاء الله راح أكون موجود، فأقول لكم كيف الوضع مع فيلم طويل إن شاء الله أشاهده وأعطيكم الانطباع الكامل. وبس تعالوا زوروهم في بانوراما. السينما الشاشة العملاقة تجمعنا، وحتى تكتمل التجربة نرجو منكم عدم إرسال الرسائل، عدم التصوير، عدم الحديث، والاستمتاع بالفيلم مع الجميع. شكرا لكم. وأخيرا نتمنى لكم عرضا مذهلا في AMC سينما.